الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال وبكمال الجمال، المتوحد في الجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي في عظمته ومجده، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا للمسلمين إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا فتاة إلا هديتها للحجاب، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى آمالنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا
ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأرحامنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجداتنا. اللهم اغفر لنا جميع الذنوب والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل ودفع عنا به النقم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم أنزل علينا رحماتك. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك ومغفرتك ورزقك الواسع وفضلك العظيم. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا قراءة القرآن وتقبل منا وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم تجاوز عن تقصيرنا وزللنا. اللهم تجاوز عن تقصيرنا وزللنا. إلهنا
إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين أمثالنا وإن كنت لا تقبل إلا من المخلصين فمن للمخلطين أمثالنا وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين أمثالنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب خذ بأيدينا لنعود يا قريب غير بعيد يا قريب غير بعيد اجعلها ساعة توبة اجعلها ساعة عودة اجعلها ساعة أوبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا معصوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما اللهم اغفر لنا جميع الذنوب والآثام اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت لنا اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.